بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر ناظر السيتي على هذه التغطيه هذه. انا شوف الحاله اللي رحنا فيها هنايا المزريه والتغطيه كي دايره. خدموا لنا هنا شي سيمانه ولا هما خدامين هنايا، كل نهار يخدموا ساعه جوج سوايع وكيمشيو يخليو لنا الريحه هنايا. وعندنا البز هنايا، وانا من هذا الحي الساكنه هذه اللي كنسكن هنايا، وكنطلبوا من المسؤولين. دابا صونينا الباشا قال لك غادي تجي شي لجنه، ولكن مازال ما شتنا والو. راك تشوف الحاله كي راه دايره، كل ليله ما كيدوش علينا النعاس الناموس، وهذا الحر كيجري. شحال هو مهرس هذا الحر؟ دابا راه خمس ايام هو ما كيجري هنايا. الدعوه الريحه ما تقدرش تنعس، تخنقنا هنايا في هذا الساكنه. المسؤولين في المجلس البلدي ما تحركوش. جا داك المسؤول هذا قال لك انايا ما غاديش نقدر. دابا شي روبيرات هنا قدام قال لك انا ما نقدرش نحيدهم. قال لك انا نخليهم هكا ونزيدوا عليهم. قال لك راهم مزيانين. هو راه جا الواد واحد المره من هنايا وحيد هذوك الروكرات كامله، كان كيجري بغا يديروا الكودرون فوق. بالنسبه للشركه تاع لولو تحركت في هذه المساله ولا ما تحركتش؟ حتى حاجه ما تحركت، غير حنا اللي تحركنا هنا وقفناهم وجرينا عليهم، قلنا لهم خليتي يجي المسؤول ديالكم الكبير ونتفقوا معاه، نشوفوا شي اجراءات انا نتخذوها معاهم. مزيان، شكرا. على اي بسم الله الرحمن الرحيم. البارحه كانت وقع الاخر اشغال بما يخص تطهير السائل بجهه سيدي عثمان الغربي. سيدي عثمان الغربي الشارع كان الواد الحار كان مهترئا تماما، وكنا دائما نطالب بإصلاح الواد الحار. كما نذكر بأن حي بوسعيدات لا زال يعاني من تطهير السائل الذي كانت هناك بعض الاخر هناك بعض التعديلات، لكن لا زالت غير واضحة. والبارحة كان هناك اتصال ببعض المسؤولين لان كانت وقفت الاشغال بجهه مسمت بسيدي عثمان الغربي، لكن المسؤولين لم يلبوا النداء. ثم كان اتصال بالمجلس البلدي في بعض الاشخاص، لكن لم يردوا لكون مدير لونيب المسمى يوسف لم يرفع سماعة الهاتف، لكونه يتغاضى عن بعض المشاكل التي تطالب بها السكان فيما يخص هذا الواد الحار. وكانت الأشغال قد توقفت لمطالبة بعض السكان بتنديد بالأسلوب أو تطاول على مطالب الساكنة فيما يخص إصلاح وترميم قنوات الماء الواد الحار. وطالبنا كذلك جهات مسؤولة. وفي الصباح كان في الصباح من يوم الجمعة كان مسؤول من لونيب وشركة العمران التي تقوم بالأشغال وكذا. وهناك بعض المسؤولين يقولون بأنها كهيبة تطوع بها مسؤول من العمران ليقوم بهذه الأشغال، لكن للأسف لونيب هو الذي يتحمل كل هذه المسؤولية لكونه يتغاضى عن هذه الأمور. وبعد صلاة الجمعة قمت أنا بالمجيء إلى عين المكان، فوجدت أن هنا بعض اتصالات أجريناها، وجدت أن هناك من يقوم بدسائس وخلفيات لضغوطات السكان، واستجابوا للمطلب الذي تحقق بحفر الجزء المتبقي إلى الآخر. إلا أن نلتمس من المجلس البلدي والمدير ديال لونيب أن يقوم بالترميم والإصلاح الجدي، لكون أن الشارع لكون المدير لم يتوفر على أي خريطة لدراسة المشروع أو ما يسمى لقانون أو ما يسمى بخريطة لقناة المياه أو تطهير السائل، إلا أن القناة السابقة قد انكسرت عن آخرها وما تسبب روائح كريهة وغير صحية بالنسبة للأطفال والساكنة. فنلتمس من جميع الساكنة أن تتحد للمطالبة بالمزيد من الإصلاحات فيما يخص هذا الشارع الذي عرف سابقا عدة كوارث، منها الفيضانات، وهذا الشارع كان دائما يجلب فيضانات ورمال وكل ما يتسبب في ضياع هذا الشارع. إذا نطالب بإصلاحات جدية كما سبق الذكر بالنسبة
بالنسبه للساكنه في ما يخص المدينه نطالب باصلاحات. من صباح يوم الجمعة ابتدأت الأشغال، لكن كانت أشغال ترقيعية، كان في يعني بواحد السرعة مهولة، حفر 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 ثم وضع قنوات الصرف الصحي، لكن عندما جاءوا السكان وطلبوا بمزيد من الحفر للسكان فيما يخص الروائح الكريهة، هناك بعض السكان انسدت عليهم قنوات الحار مما يسبب احتباس من داخل المنازل. نطالب بالإصلاحات الفورية فيما يخص قناة الواد الحار، لأن هناك بعض الرجارات الحجم ديالها ضيق، نطالب بتوسيعها وخفضها للمستوى المتطلب وربط كل السكان بالواد الحار. غدا إن شاء الله بحفر وربط كل المسائل التقنية بالنسبة للمسؤولين، ولكن الروائح لازالت كريهة وتسبب الأذى للأطفال وللسكان. أن قنوات الصرف الصحي السابق كانت مهترئة والمستوى ديالها طالع، إذا نطالبهم بحفر الشارع وإصلاحه بكل إتقان وجدية، أو ينسحبوا من الشارع المذكور سابقا. المسؤولين يجيو يبدلوا لنا واد الحار، هذاك واد الحار راه حنا درناه راسنا بفلوسنا، فهمت؟ وما غرقش وماشي كافي، يعني قادو صغير، فهمت؟ ومشيت أنا عند المسؤول ومشيت عند المدير ديال مكتب المياه، فهمت؟ وطلبت منه يجي وجا معايا وشاف، قال لي غادي نبدلوه، ولحد الآن ما كاين والو، فهمت؟ ودابا هذاك القادوس راه ما كافيش. نعم. فهمت؟ ولابانا راه عالية على 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 سميتو. دابا هما خصهم يغرقوا لنا شوية هاد سميتو واد الحار، يهودوه، باش حتى إلا بلانتينا فيه وهذاك الشيء، باش يكون شوية حنا السكان يكونوا عالين على القادوس. ماشي القادوس الكبير عالية على السكان. والريحة راه تشوف راه خنزت هنا السكان وكذا وحفروا ذاك الشيء وسمحوا فيها، راه ماشي. انتم كساكنه في داخل المنازل هل تعانون من الروائح الكريهه؟ الروائح هو معلوم، الروائح من طبيعه الحال. منذ ايام ملي بداو يحفروا هنا وهما الريحه، انا ما سيدي جبد هنايا، وانا مشيت غير البارح اتصلت مع المسؤول من البلديه، قال لي غادي نجي نشوف، فهمت؟ شحال من خطوه وانا كنتصل مع المسؤولين من البلديه، وقالوا لي غادي نجيو نعدلو ونمشيو نجيبو المدير وهذاك الشيء التقني وكذا، ما كاين والو. دابا هذا واش قادوس؟ هذا راه ما كافيش. بالنسبه للمسؤولين تاع البلديه ملي اتصلت بهم، جاو العيل ما كان ولا ما جاوش؟ ما جاوش، جا معايا المدير ديال الماء وشاف وقال لي غادي نبدلوه. قلت له واش حنا فرطوا علينا واد الحار؟ كنخلصوا واد الحار. نعم. ودابا بدلوا لنا قوادس وكبروا لنا عدلوا لنا لبانات. هذيك لبانات اللي لهنا دابا حنا دايرين عليهم التراب، الا جات كاميون كبيره كديروا بين الجراير، راه اللي دازت على الجراير راه غتهوي. شكرا. واه شكرا.